إذن هاي عندي هون راح أسمي هاي البيس، أنا أعتبر هاي النقطة هي البيس تبعت الروبوت. بعدين عندي ارتفاع مقداره من ال1 من الأكسس للأكسس لهون، هذه هون ارتفاع البيس. هلا عادة أظن إحنا أنا اللي عامل هون حاطط زيرو هون وحاطط واحد هون، بصير تحط زيرو هون واحد هون وبعدين تعمل البيس شيفت، بصير كمان تعمل شيفت للبيس. فراح نحط إحنا زيرو هون البيس هون، هو نفسه زيرو هو نفسه البيس، راح يصير عندي واحد بفريم هون واحد واثنين هون وثلاثة هون. راح اعملهم نفس هذا وبعدين التول بزيح التول. هلا راح ايش راح تقولوا لي؟ راح تقولوا لي كيف حطيت ثلاثة هون وهي هاي بتلف هون؟ ما في مشكلة. اوكي فيزيكلي هي وين بتلف؟ بس ما بيأثر. أنا هاي لو قطعتها هون أو قطعتها هون أو قطعتها هون بيأثر على التول النهائية؟ اوكي؟ فهذا ما يعني ما تجبر نفسك بدك تحط شيء لانه هذا مقصوص من هون، اوكي؟ هذا هون ممكن يكون في اي مكان من الامكنه اللي موجوده. اذا رح ناخذ الان هلا هون رح نحط زيرو والبيس هون رح يكون عندي هذا رح يصير دي 1 لانه along زد 1 اه فزد 1 رح يصير هون. هلا بنشوفها بنعملها، عندي هون زد 2 عندي هون زد 3. فلاحظوا زد 1 تقاطع مع زد 2 وZ2 تتقاطع مع Z3، فما دام Z1 تقاطع مع Z2 وZ2 تقاطع مع Z3، إذا إيش بقدر أقول عن X1 و X2 لازم يكونوا؟ X1 لازم يكون عمودي على البلين اللي بتقاطع فيه Z1 وZ2، و X2 بده يكون عمودي على البلين اللي بتقاطع فيه Z2 وZ3، أوكي؟ نكتبها هذه هون عشان ما ننساها. إذن إحنا قلنا if Zi and Zi minus 1 intersect then Xi okay must be perpendicular to the plane that contains Zi and عندي بالحالة هاي عندي Z1 and Z2 intersect وعندي كمان أو خليني أكتب النتيجة، نتيجة لذلك شو لازم أعمل؟ X1 must be perpendicular to the plane containing Z1 and اوكي مضبوط. كيف Z1 وZ2 بتقاطعوا؟ هي Z1 وهي Z2 اوكي، هي Z1 وهي Z2 بتقاطعوا. X1 لازم يكون عمودي على هذا البلين، فلازم يكون X1 بهذا الاتجاه او بالذات بهذا الاتجاه، المنطق اكثر ما بحبه بهذا الاتجاه. ناخذ الثاني كمان Z2 وZ3، هي Z2 وهي Z3. ليش Z3 اجى بهذا الاتجاه؟ لانه هاي عم بتلف هيك اه، فزد 3 وهي نفسها رح تصير تبعت التول. هلا رح خلي التول لبعدين، رح خلي التول لبعدين. التول ايش رح تعطيني؟ اذا افترضت انه هذا مركز التول، هاي النقطة هي مركز التول، في عندي شيفت الونج ايش الشيفت؟ زد 3 مضبوط؟ في عندي ديسبيسمنت الونج زد 3، هي زد 3 رح يصير في ديسبيسمنت الونج زد 3 وزد تبعت التول بهذا الاتجاه، ولذلك بدنا نحط الترانسفورميشن تبعت التول. راح احط عندي الزد ترانسليشن القيمه هاي اللي هي L2 بلس L3. ما يغرك انه هذه هون هيك، اوكي؟ ما بتهمني اي شيء ملهاش قيمه، هي المهم انه يصير في روتيشن. انقصت هون، انقصت هون، انقصت هون ما بأثر، اوكي؟ هذا خلص بجمع L2 زائد L3. ما تحاول تحط فريم جديد هون، ما بأثرش الفريم الجديد، ما لهوش قيمه. لو حطيته ما لهوش قيمه. اوكي؟ تحط هون فريم وتروح تحط كمان فريم هون. خلص هو فريم هون وفريم هون بصير، هذا فريم تبع التول، هذا الفريم تبع ثلاثة. إذا هون كمان راح يكون إنه Z2 and Z3 intersect so X2 must be perpendicular to the plane contained.
Z2 and Z3 طبعا هاي الأشياء هون إذا عندي هاي هون راح أرسم هاي هاي Z1 أنا Z2 حر بتحطه هيك راح يأثر على الزاوية لما تكون Z2 positive أو negative راح يصير طلوع أو نزول واحتمال كبير تكون هاي زاوية النزول قليلة وزاوية الطلوع كثيرة زي ما شفنا بالبومة كانت 45 أو ناقص 45 حسب وين بتحط إذا حطينا Z2 هيك شو بتكون؟ زائد 45 ناقص 225 فراح نحط Z2 بهذا الاتجاه هذا Z2 وراح نحط Z3 باتجاه ال2 بالعكس بالضبط منطبق على X1 نفس X1 وهذا راح يصير عندي هون Z3 بهذا الاتجاه هي Z1 Z2 Z3 الثيتاز نرسم الثيتاز بلون مختلف نيجي نطلع هلا ما دام Z1 صار هيك صارت ثيتا 1 أنا راسمها هون بالعكس يعني هي المفروض إنه ثيتا 1 تكون ثيتا 1 تكون بوزيتيف بهذا الاتجاه هلا ثيتا 2 راح تصير بوزيتيف بهذا الاتجاه زي ما هي مرسومة هون ثيتا 2 بوزيتيف بهذا الاتجاه راح تصير ثيتا 2 فراح تصير بوزيتيف هيك نيجاتيف مجموع بعدين عندي هون راح تصير ثيتا 3 عكس نفس لا نفس هاي جاية هاي اول خطوه حطينا راح نحط هلا الفريم الاوريجن تبع هذا الفريم هذا راح اسميه زيرو وهو نفسه منطبق على البيس بصير تعمل هيك وبصير اذا بدك ترفع الزيرو وتحطه هون بس وقتها ال1 ما بتبين في الترانسفورميشن في الماتريك بتبين في الترانسفورميشن تبعت البيس اوكي في الترانسفورميشن تبعت البيس راح يصير عندي هون حركه على الزد على زد زيرو اذا بدنا نسميها